ينضم إلينا من حيفا أمير مخولة الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أمير. إذن يعني هناك على ما يبدو خطابات مختلفة، تصعيد إسرائيلي ومحاولات أمريكية للسيطرة على هذا، ربما هذه المحاولات للتصعيد، هل من الممكن أن تؤدي هذه اللقاءات ومحاولات السيطرة على الموقف إلى شيء يعني أستاذ أمير، وخصوصا أن واشنطن تعرف جيدا بأن فتح جبهة لبنان سوف يفتح صراع في الشرق الأوسط بشكل واسع وهي لا تريد ذلك؟ بنهاية المطاف أعتقد أنه نتنياهو لديه تقدير ولدى الحكومة الإسرائيلية بأن منسوب الأثر الأمريكي بدأ يتراجع، إدارة بايدن بدأت تتراجع عن كثير من طموحاتها، إذا أردنا نطلق التسمية عليها، فيما يتعلق بإنهاء الحرب على غزة، فيما يتعلق بالوضع على الجبهة الشمالية، وأيضا فيما يتعلق بقضية فلسطين بشكل عام. ويبدو أنه عامل الوقت أخذ يلعب دورا حاسما. نتنياهو نجح الحقيقة يقال في استغلال عامل الوقت بشكل واضح، والدفع بإدارة بايدن إلى مكان تفقد فيه السيطرة، ويبدأ هو عمليا أو حكومته بابتزازها في موضوع الذخيرة وفي موضوع الموقف من الصفقة حد الآن. ويبدو أن الأمور تسير وفقا للمصالح أو وفقا لرؤية نتنياهو أكثر منها وفقا لرؤية ترامب في هذا المرحلة. نعم، يعني أنت أشرت إلى أن أنت أشرت، والجميع ربما أيضا يعلم بأن بنيامين نتنياهو لديه مصالح شخصية وهي الأهم بالنسبة له في هذه المرحلة وفي كل ربما تاريخه السياسي. هل فعلا تذهب إسرائيل باتجاه فتح هذه الجبهة ضاربة بعرض الحائط كل ما يمكن أن يترتب عليه الأمر فقط لإنقاذ بنيامين نتنياهو حياته السياسية؟ لا، أنا أعتقد أنه تفسير أنه نتنياهو كله من منطلقات شخصية فيه عدم دقة. نعم، لأنه نتنياهو هذه عقيدته الحقيقة، هذه عقيدته السياسية الأيديولوجية، وهو يؤمن بهذا الأمر، هو يدرك أو مقتنع أنه في غياب حكومته سوف تتراجع إسرائيل، وفي غياب حكومته سوف يكون هناك من يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية أو التسليم بذلك. لذلك هو يطرح نفسه كالمخلص لإسرائيل. هو يعني أكثر من موضوع فقط مصالح شخصية، هو يؤمن بما يقوم به، وهو يؤمن بما يقوم به سموتريتش في الضفة الغربية، وهو يؤمن بما يقوم به بن غفير. لذلك الأمور في نهاية المطاف نتنياهو من أصحاب العقيدة بأنه بضرورة الصراع المفتوح مع الفلسطينيين وعدم إغلاقه. من هون كان فكرة الهدنة خلال العقدين السابقين استغلالا للانقسام الفلسطيني، وفكرة الهدنة الدائمة مع غزة، لكن فكرة تقويض الوضع في الضفة الغربية حتى ما تكون دولة فلسطينية. نعم، الهدنة لا تؤدي إلى دولة فلسطينية، فهذا عقيدة نتنياهو. الآن نتنياهو بدأ في ورطة كبيرة داخلية سياسية حقيقية، إنه بدأت هناك النوع من التمرد أو مؤشرات لإمكانية التمرد في داخل حزبه الليكود من بعض أعضاء الكنيست، وأيضا في داخل الائتلاف الحاكم هناك تصدعات جدية، وأيضا تقام أو تتبلور كتلة يمينية، وهو يخاف من الكتلة اليمينية من أقصى اليمين، ليبرمان ساعر وبنت. نعم، وعمليا هذا ما يخيفه أكثر من كل التحديات الأخرى، ويضع بالنسبة له هذا يهدد أمن إسرائيل في نظريته إلى الحياة. نعم، طب بالحديث عن هذه الجبهة التي من الممكن أن تفتح، الجميع يعلم أيضا بأن يعني فتح جبهة مع حزب الله أمر مختلف عن معادلة ما يجري في قطاع غزة مع حركة حماس، بمعنى أن ما يجري في غزة على أرض غزة
لكن ما يجري في جنوب لبنان سوف يكون له تأثيرات على الوضع الأمني داخل إسرائيل، بمعنى أن ضربات حزب الله سوف يعني تؤثر على الداخل الإسرائيلي بشكل مباشر، وبالتالي هذه الأمور كيف من الممكن أن تنعكس على يعني توجهات الداخل الإسرائيلي وتقبله لما من الممكن أن يحدث؟ يعني ما يميز حزب الله وإسرائيل كل منهما يدرك الآخر، يدرك صعوبة الآخر ونقاط قوته ونقاط ضعفه، وهي حقيقة. نعم. إسرائيل بالنسبة لها تحولت الجبهة الشمالية من جبهة ردع ساكنة خلال عقدين من الزمن إلى جبهة ردع قائم على الرعب الحقيقة، وهذا ما يخشاه المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما تخشاه بمفهوم البنى التحتية، بمفهوم النزوح السكاني، بمفهوم أنه سوف تطال كل أرجاء إسرائيل، وهذا فعلا قائم، وهذا تهديد فعلي وليس تهديد فقط بمفهوم الشعارات. نعم. وأيضا يعني إسرائيل تعترف اليوم بأنه الطرف الآخر عمليا درس العبر من حرب لبنان ومن حروب أخرى وحتى من حرب أوكرانيا وروسيا، وطور قدراته بشكل أنه إسرائيل غير لا تجد حلولا لها لحد الآن، وإسرائيل ليس لديها خيارات، لكن هذا قد يرضع إسرائيل. وباعتقادي أنه وقوع الحرب المفتوحة لحد الآن لا زال ليس يعني القول الفصل، وقد تتراجع الأمور وقد تجد حلها. السؤال إذا كانت إسرائيل المعنية في حل الحلحلة الوضع في غزة بالذهاب إلى الصفقة، لا يبدو الأمر قريبا، وهذا يبقى الجبهة الشمالية مشتعلة، لكن باعتقادي الطرفين لحد الآن معنيان بالضبط الاستراتيجي ممكن نسميه. نعم. وموضوع غزة طبعا الآن تعثرت الأمور وخربط نتنياهو الأوراق كما يقوم دائما قبل كل حدث سياسي أو قبل كل فرصة لإنهاء الحرب. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من حيفا الكاتب والباحث السياسي أمير مخول، شكرا مرة أخرى.